قال أنت جاي من المكان الفلاني بحاجتك؟ قلت له قال أنت بمكانك من تصلي اكتب حاجتك وحطها تحت السجادة المصلات. عد إلى بيتك الآن، وفي كل صباح ستجد تحت وسادتك 10 دنانير ذهبية. رجعت، يقول ما سولفت للإمام، يقول رجعت إلى بلدي، يقول كتبت حاجتي في سجادة، يقول شلت السجادة بعد ساعة وإذ بي أرى الجواب من الإمام الهادي سلام الله عليه. باب، لقد صدق الحارس العملاق. لجوم ابلغ الشيخ بالسالفه.